اخبار اليوم. انتوا عاملين اضراب النهارده في المصنع بقالكم 3 ايام، تقدر تقولي ليه؟ عشان مش واخدين حقوقنا حضرتك. اي حد بيحصل له اي حاجه هنا حضرتك بيتعالج على حسابه، بيتم خصم فلوس شهريه لصندوق ده تحت مصر. ايوه كل اسبوع حضرتك، احنا بنبقى كل اسبوع. القيمه اللي مخصومه من اجركم قد ايه؟ حوالي 40 جنيه كل اسبوع. 40 جنيه كل اسبوع بتتسلم فعلا لصندوق تحيا مصر ولا الموضوع على طول لتحيا مصر؟ طب انتوا المطالب بتاعتكم ايه؟ مطالب ان احنا ناخد حقوقنا من الراجل ده. دي طلباتنا حضرتك. ايه طلباتكم اللي انتوا طالبينها بالظبط؟ احنا طالبين ان نقبض قبض كامل ويبقى لنا اجازات، وال 5% اللي هو بيخصمها من علينا احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. والتامين الصحي؟ التامين الصحي تامين عليكم؟ ممنوع اعتصام وحركه سير العمل شغاله ولا ما فيش سير عمل خالص؟ لا ممنوع اعتصام، ما فيش سير عمل. سير عمل ليه؟ هنعمل سير عمل ليه؟ اذا كان هو بقاله 4 سنين ما بيديناش حقوقنا. ولينا 8 ولينا فلوس ما خدناهاش. بقى لنا سنه. اجازات سنويه ما بناخدهاش، قال لنا 22 يوم و8 ايام عرض ما بناخدهمش. تمام. لينا زياده سنويه المفروض ناخدها من 4 سنين ما بناخدهمش. تمام. الاسعار زادت 200%، احنا بننزل 60% من تحت على اجورنا. والاربعه كل سنه ما بناخدهاش، ورغم كده بنشتغل 12 ساعة المفروض نشتغل 8 ساعات. طالع رجال الاعمال، رجال الاعمال كلهم فساد، بيسرقوا الناس بنصوا في دمهم. اما يكون راجل شغال بقاله 4 سنين بيخسر في عمارة ايه؟ ما يقفل لو بيخسر يدينا حقوقنا. مع 4 مصانع يا بيه. وعنده 4 مصانع من مصنع ده ومن شقانا. يدينا حقوقنا ولا ما يديناش؟ احنا هنا يا بيه، اول مصنع كان هنا. العامل اللي يتعور يقعد في بيته وما يمدش جنيه. الراجل ده يمشي ليه؟ يطرد ليه؟ ايه اللي انتوا طالبينه بالتحديد يعني؟ طالبين حقوقنا كاملة. زيادتنا كل سنة السنوية. الأجازات السنوية. الأجازات اللي نقعدها ناخدها. الأجازات السنوية نقعدها. نشتغل 8 ساعات عمل، وأي ساعة نشتغلها ناخد عليها ضعف. وناخد حافز. ويقف جنب العمال. ويعمل العمال نقابة من داخلهم. طب إيه اللي جد عشان تعمل وقفة؟ وقفة هو أنا عملنا الوقفة عشان كده تاني. يعني الموضوع كده يعني خصم حاجة جديدة. يوم الخميس اللي فات ما يقبضني 100% يقبضني 50%. 8 ساعات. واحد عنده 4 عيال 84 جنيه. هو بيكسب مش ما بيكسبش، وما بيديناش حاجه. واكل حقوقنا، يبقى كل اللي نعمله بنعمل عليه وقفه. وادعي علينا ان احنا عاملين احتجاج عشان مش عايزين ندفع صندوق على مصر. راجل بقى له 30 سنه و40 سنه شغال عنده، ما خدش مكافاه ولا ربع جنيه على 40 سنه اللي اشتغلها. انتوا قررتوا ان انتوا تعتصموا لحد ما يتنفذ المطالب دي. يعني انتوا ما على 5% الدولة عاملة خصم 2.5% على أجر العامل. متوسط العامل يتخصم بعد 1000 جنيه، احنا مرتباتنا تتخصم علينا بالاسبوع ليه؟ وده ما لوش سند قانوني يخصم مننا 5%، والتمينات بندفعها كامله من جيوبنا. يعني 5% دول على خلال الشهر يبقوا 20%، مش 5% بس حضرتك. 5% في الاسبوع يبقى 20% في الشهر.